طيب اذا كانت السوبرفيشال فاشيه هي الميديوم اللي قاعده فيه الكيوتينيوس نيرفس اند فيزلز، اذا فهي تشكل المين كونتنتس لهذه الفاشيه، لان الفات بتاعتها تعتبر ميديوم سرير تستريح فيه النيرفس والفيزلز وهي ماشيه في طريقها الى الاورجنز اللي رايحه تغذيها. فلما نيجي نشوف الكونتنت هنجد فيه فين كبير، هو اكبر فينز الجسم. الفين ده سطحي تحت الجلد قاعد في السوبرفيشال فاشيا، وهو من الكيوتينيوس فيزلز واسمه جريت سافينس فين. سو في عندي مجموعه من كيوتينيوس نيرفس هي برانشز رايحه للسكن من نيرفس اخر اكبر منها حجما وقاعده في عمق الصاي، يسموها كيوتينيوس نيرفس. وفي كمان مجموعه من الفيزلز اسمها انجوينال فيزلز تشمل عدد 3 ارتريز و3 فينز، يسموهم سوبرفيشال انجوينال ارتريز وسوبرفيشال انجوينال فينز. كلمه انجوينال ترمز الى المنطقه الفاصله بين الصاي وبين الابدومين، اي ستراكشر قاعد فيها يطلقوا عليه انجوينال. فهناك 6 انجوينال فيزلز، 3 ارتريز و3 فينز، كما ان هناك مجموعة من الانجوينال ليمفنوز. اذا محور كلامنا في الوقت اللي جاي هيكون حوالين هذه الخمسة استراكشرز: الجريت سافينس فين، كيوتينيوس نيرفس، سوبرفيشال انجوينال ارتريز، السوبرفيشال انجوينال فينز، والسوبرفيشال انجوينال ليمفنوز. نبتدي برقم واحد اللي هو الجريت سافينس فين. في دياجرام، في رسم توضيحي لكل اللور ليمب على بعضه، ادي الساي، المنطقة دي اسمها الني، وهذه المنطقة اسمها الليج، هذه المنطقة اسمها كعب الرجل او الماليولاي، وهذه المنطقة اسمها الفوت. ده منظر امامي. اذا نظرنا الى منظر جانبي من الميديال سايد هنجد نفس الشكل. امال ايه الفتحة اللي فوق ديت؟ هذه الفتحة هي اوبننج في الدي فاشيا اسمها سافينس اوبننج، ولا اهميه قصوى في الكلام بتاعنا عن الجريت او اللونج سافينس فين. الجريت سافينس فين زيه زي اي فيزل او نيرف او ليمفاتيك في جسم الانسان من ناحيه رؤوس الموضوعات، بمعنى ان له بيجيننج وله كورس وله اند وله روافد داخله فيه اسمها تريبيوتريز. تعالوا نشوف بدايته من خلال الرسم، ننظر مع بعض نشوف البداية فين. ادي البداية وماشي هذا المسار، هنتعرض له بعد كده بالتفصيل. ده من الانتيريور فيو من الفرونت. طب لو جينا نشوف نفس هذا المسار من الميديال سايد اهو، تاني كده نركز مع بعضنا تاني. ادي من الفرونت، شوف البداية فين على حسب اتجاه الرسم. البداية وادي مساره وادي نهايته، من على الميديال سايد ادي بدايته وده مساره ودي نهايته. نقدر من خلال اتجاه الرسم نقول ان له في مساره او في بدايته كان عند الدورسم اوف ذا فوت، مساره في جزء ماشي في الفوت وجزء ماشي في الانكل وجزء ماشي في الليج وجزء ماشي في الني وجزء ماشي في الصاي. اذا تعالوا نتكلم عليه بالتفصيل. هنقول البيجيننج، البيجيننج بتاعه اذا نظرنا للدورسم اوف ذا فوت، ظاهر القدم في اي انسان بالذات الاشخاص الافراد اللي هم يتميزوا بالنحافه، هنجد ان الدورسم اوف ذا فوت نجد على سطحه تحت الجلد مباشره قوس وريدي واضح للعيان اسمه دورسال فينس ارش. هذا الدورسال فينس ارش له لاترال سايد وله ميديال سايد، لاترال اند او ميديال اند. عند الميديال اند اوف ذا دورسال فينس ارش كانت بدايه الجريد سافينس فين. اذا بدايته البيجيننج بتاعه هنقول ات از ذا كونتينيويشن اوف ذا ميديال اند اوف ذا دورسال فينس ارش. طيب مساره في الفوت اللي هو الجزء الصغير ده او من هنا
او الجزء الصغير ده من هنا ماشي في الفوت، ماشي فين؟ ماشي ترانز الونج ذا دورسم اوف ذا فوت. على اي سايد؟ على الميديال سايد. يبقى ماشي على الميديال سايد اوف ذا دورسم اوف ذا فوت. متجها لفين؟ متجها باكوردز للخلف، حيثما يصل الى منطقه الانكل اللي فيها الماليولاي. هيمشي بعد كده في الانكل ان فرونت اند اباف ذا ميديال ماليولاس تو ريتش ذا ليج، يصل الى الساق. وصل للساق بالعين المجرده، ماشي في الساق على الميديال سايد، يبقى ترانز along the medial side of the leg. طيب عشان يوصل لفين؟ يوصل للني. وصل للني هنا او وصل للني هنا اهو. طيب الني ده الفرونت وده الباك، ماشي في الباك اوف ذا ني على ذا ميديال سايد. هنقول ات باسز او ات اسنز، يعني يصعد بيهايند ذا ميديال سايد اوف ذا ني. تمام، وصل بعد كده عدى الني عشان يوصل لفين؟ للساي. وصل للساي، الساي ده الميديال سايد بتاعها وده اللاترال سايد. هو ماشي على انهي سايد؟ على الميديال سايد. يبقى نقول ات باسز ابورز، يعني ات اسنز ان ذا ميديال سايد اوف ذا ساي. طيب طلع على الميديال سايد اوف ذا ساي، ماشي مباشره فوق عضله اسمها سارتوريوس. يبقى ايه؟ الونج اي ماسل، ماسل اسمها سارتوريوس، هنتناولها بعد ذلك. وصل لفين؟ وصل لنهايته. فين نهايته؟ دخل في فتحه في الديب فاشيا. الله، هو مش كان ماشي في السوبرفيشال فاشيا؟ ايوه، لكن عشان اذا وصل للعمق لابد ان يخترق الديب فاشيا، والديب فاشيا هيخترقها عن طريق فتحه بداخلها اسمها سافينس اوبننج. هذه الفتحه الغطاء بتاعها اسمه كريبريفورم فاشيا، زي ما يكون عندنا وعاء زجاجي له غطاء. الوعاء الزجاجي ده عباره عن له فتحته مسدوده بغطاء، الغطاء ده اسمه كريبريفورم فاشيا. يبقى ات بيرسز، يعني ات بنتريتس ذا كريبريفورم فاشيا ويخترق السافينس اوبننج ويلتحق بعد كده تو ريتش او تو جوين ذا فيمورال فين. ده هو المسار بتاع الجريد سافينس فين، ده اطول فين في الجسم وعبر مساره الطويل طوله داخل على متر وشويه. هذا الوريد فيه فالفز تتحكم في مرور الدم من اسفل الى اعلى. هذا الوريد اذا تعرض لمشاكل، الفالفز بتاعته تعرض لمشاكل، هيرد الدم مره تانية وينزل لاسفل، يؤدي الى الالونجيشن اند تورشوستي، يعني تعرج وتطاول في مساره، مما يتسبب في حدوث مرض دوال الساقين اللي هو اسمه فاريكوس فين. التريبيوترز الروافد بتاعتهم، في روافد من اعلى، روافده من اعلى هي السوبرفيشال انجوينال فينز الثلاثه الموجودين في هذه المنطقه، واسمائهم سوبرفيشال سيركمفليكس الياك، سوبرفيشال ابيجاستريك، والسوبرفيشال اكسترنال بيدنال، وهنتعرض لهم بعد شويه. طيب له اتصالات اخرى اسمها كوميونيكيتنج فينز. كوميونيكيتنج فينز مع فين اخر مش في هذا المكان، مش موضوعنا دلوقتي. هذا الفين اسمه شورت سافنس فين او سمول سافنس فين. السمول سافنس او الشورت سافنس في بينه وبين الجريد سافنس وصلات، هذه الوصلات يسموها كوميونيكيتنج فينز، وكذلك الديب فينز اوف ذا لور ليمب. كل الديب فينز اوف لور ليمب اللي في العمق لها فينز موصله كوميونيكيتنج مع الجريد سافنس فين. ده كان الايه؟ اول كونتنت من الكونتنتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا. من الكونتنتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا ايضا زي ما اتفقنا ان في مجموعه فيزلز يبلغ عددهم سته اسمها سوبرفيشال انجوينال فيزلز. طيب اتفقنا ان منطقه الانجوينال ريجون هي المنطقه الفاصله بين الابدومن وبين الساي. هذه المنطقه اللي اسمها انجوينال ريجون تحتوي على مجموعه ستراكشرز. السوبرفيشال فاشيا بتاعت الساي اللي تحت منها فيها عدد سته انجوينال فيزلز. ثلاثة منهم كانوا ارترز اللي هم باللون الداكن ده، وثلاثة منهم كانوا فينز اللي هو باللون الفاتح. هذه الفيزلز كانوا كالتالي، على الميديال سايد كان في عندي ارتري وماشي معاه فين، ادي الفيزل. على الميديال سايد هنجد هنا دي اسمها الاكسترنال جينيتال اورجانز اللي هي الاعضاء التناسلية، فهنجد فيه ارتري رايح يغذيها وفين راجع منها بس من على السطح، فيسموه سوبرفيشيال اكسترنال بيودندل.
اكسترنال خارجي بيودندل رايح لمنطقه يعني المنطقه التناسليه. فهنسمي الارتري سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارتري ومعاه فين اللي ماشي جنبه اللي هو سوبرفيشال اكسترنال بيودندل فين. فالدياجرام التوضيحي اهو ادي سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارتري. طيب رايح لمنطقه الابدومين هنجد في ارتري ومعاه فين المناظر له. الارتري اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك والفين اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك. طيب وماشي على اللاترال سايد في عندي سوبرفيشال سيركمفليكس الياك ارتري اللي هو اللون الداكن ونفسه الفين الماشي موازي ليه اللي هو السوبرفيشال سيركمفليكس الياك فين. يبقى انا عندي ثلاثه ارتريز على الميديال سايد سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ابوردز سوبرفيشال ايبيجاستريك لاترالي سوبرفيشال سيركمفليكس الياك ارتري. السوبرفيشال اكسترنال بيودندل ليه سموه سوبرفيشال؟ لانه ماشي في السوبرفيشال فش. ليه سموه اكسترنال؟ لان ماشي انفرنت لاستراكشر مهم في الجينيتال اورجان اسمه سبرماتيك كورد بيودندل للاكسترنال جينيتال اورجان. سوبرفيشال ايبيجاستريك ليه سموه سوبرفيشال؟ لانه ماشي في السوبرفيشال فاشيه. ليه سموه ايبيجاستريك؟ لا ايبيجاستريك يعني المنطقه اللي فوق المعده لانه بيصل وبيعمل انستموزس هنا في منطقه الجلد تحت الجلد اللي تقع على المعده فبيسموه سوبرفيشال ايبيجاستريك. اما الثالث اللي هو السوبرفيشال سيركمفليكس الياك سوبرفيشال سيركمفليكس الياك سموه سوبرفيشال ايضا لانه ماشي في السوبرفيشال فاشيا والسوبرفيشال فاشيا ممثله بطبقه الدهن اللي فيها الحويبات الدهنيه اللي احنا شايفينها في الرسمه دي. سيركمفليكس سيركم جاي من سيركل يعني دايره فليكس يعني متني فاسمه الدائري المنثني. ليه؟ لانه بيلف من حوالين بالحوالين منطقه صغيره هنا اسمها الانتيروسبيرو اكسباين فبيلف من حواليها فمن هنا اصل الاسم اسمه الشريان الحرقفي السطحي المنعكس او المنثني. ادي كانت مجموعه السوبرفيشال انجوينال فيزنز وهنتعرض لها بصوره اكثر تفصيلا لما نيجي نتكلم على الفيمورال فيزنز. الكونتنت الاخيره من الكونتنتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا هي السوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. ليمف نودز دي العقد الليمفاويه. طيب سموها سوبرفيشال لانها موجوده في السوبرفيشال فاشيا. انجوينال في منطقه اللي تصل الابدومن بالساي اسمها المنطقه القرابيه باللغه العربيه. ليمف نودز او العقد الليمفاويه ما دام في سوبرفيشال لابد ان يكون في ديب. هنجد السوبرفيشال انجوانال ليمف نودز مترتبه في صفين اتنين واخده شكل حرف التي. الصف الاول هو الصف الهوريزونتال. ادي الصف الهوريزونتال الصف الاولاني ادي عقده ودي عقده وهذه كل دي عقد ليمفاويه ماشيه في مستوى هوريزونتال في اتجاه هوريزونتال. طيب ماشيه ازاي؟ ماشيه في موازيه لرباط اسمه انجوينال ليجامنت. يبقى ترانز بلو اند بارلل اهي الانجوينال ليجامنت اهي بلو اند بارلل تو ذا انجوينال ليجامنت. ايه الانجوينال ليجامنت دي؟ هنقول فكره بس بسيطه عنها وفي الابدومن هنشرحها بالتفصيل. الانجوينال ليجامنت ده رباط بيربط الانتيريور سبيريور الياك سباين بالبيوبك تيوبركل. ايه فايدته؟ هو جزء من احدى عضلات البطن السطحيه واسمها اكسترنال اوبليك ماسل. هذا الرباط اللي اسمه الانجوينال ليجمنت هو الحد الفاصل بين الابدومين من اعلى والصي من اسفل. طب ايه علاقته بموضوعنا؟ موضوعنا اللي هو سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. هنقول ان هذه النودز ماشيه بلو اند بارلل تو ذا انجوينال ليجمنت. ده المين اللي هو الهوريزونتال جروب. طب الفيرتيكال جروب؟ الفيرتيكال جروب اللي هي الجروب القائمه اللي هي ديت ماشيه along the upper part of great saphenous vein. هذا هو الجريت saphenous vein. ده الجريت saphenous vein وهي ماشيه along the upper part ماشيه على الابر بارت اوف ذا جريت saphenous vein. طيب ايه فايده الليمف نودز ديت؟ دي بتستقبل افرنت ليمفاتكس يعني افرنت فيزلز يعني تجيب الليمفاتيك فلويد تشيله من كل اللور ليمب وكل منطقه الجلوتير ريجون
وجزء من منطقة البرنيوم اسمها انال كانال، وجزء من الانتير ابدومينال فين، كله هيصب في هذه المنطقة. هذه كانت السوبرفيشيال انجوينال ليمف نودز. بالشكل ده خلصنا السوبرفيشيال فاشيال وندخل بعد كده على الدي